بس هي قناعات الحقيقة. أكيد قناعات، بس هو يعني فعلا السن عمره ما بيتحسب كده. يعني احنا مفروض ان احنا أي حد في الدنيا مفروض ان هو فعلا بيكمل حياته، ملهاش علاقة خالص بالسن. يعني أنا أعتقد تقريبا أي حد ممكن يفكر في سنه مش هيشتغل تماما يعني. وفي شباب كتير جدا يعني أقل من السن وهم مش بالطاقة بتاعت الناس الكبيرة، أو إن إحنا لسه بندي، إحنا عندنا جهد كبير جدا ومفروض إن إحنا عايزين ندي أكتر وأكتر وأكتر لكل الموجودين يعني. أنا عايز أعرف حضرتك إزاي بدأتي تشتغلي على نفسك، أو حتى مسيرة حياتك إزاي كانت نجاح ورا نجاح على مدار السنوات اللي فاتت كلها؟ والله من أول ما بدأت قبل ما أتخرج كمان يعني كنت بشتغل، بحب الشغل جدا. هي أهم حاجة في الدنيا إن الإنسان يحب الحاجة اللي بيعملها أيا كانت إيه. إحنا طبيعي جدا إن كل الناس لا عايزة أولادها تبقى دكتور ومهندس ومش عارف، وبعد ما بياخدوا الشهادات دي كلها بتلاقي العملية هو تالنتد في إيه، هو ممكن يكون حابب إيه. فمهم إن تكون حابب الحاجة اللي أنت بتعملها، هتلاقي نفسك لو عديت الـ80 كمان أنت بتدي بطاقة غير طبيعية يعني. الطاقة دي لو حبيت الموضوع، لكن لو هو شغل لمجرد الشغل عمره ما هيبقى فيها يعني تقدر تدي للي أنت عايزه يعني. أنا من بداية حياتي وأنا بشتغل في الحاجة اللي أنا حباها أيا كانت شهادتي هي إيه. اشتغلت فترة طبعا بشهادتي، أنا كنت مهندسة كمبيوتر وعملت بروجرامز كتيرة جدا لمدارس كتير جدا، وكان يعني وصلت لأعلى مرتبة ممكن الواحد يبقى عايزة، بس خلاص أنا زهقت، خلاص أنا وصلت للتوب. فلقيت نفسي لا، أنا حابة الولاد قوي، حابة الدنيا بتاعتي، الأطفال اللي أنا أقدر أطلع معاهم شغل حلو قوي. فغيرت عملت شيفت تماما لشغلي بعد ما وصلت لدرجة فعلا أنا أكتر مدارس مصر أنا كنت عاملة لها بروجرامز للمدارس نفسها. عملت شيفت كامل للموضوع ده وعملت البيزنس بقى بتاعي اللي هو الأطفال، حب حاجة تانية خالص. تفتكري ده كان في سن كام النقلة دي؟ النقلة كانت في سن يعني في أواخر الثلاثينات. في أواخر الثلاثينات بدري برضو. بدري، بس أنا بادئة بدري قوي يعني. أنا كنت تقريبا في 22 سنة أنا كنت في البوزيشن اللي بقول لحضرتك عليه، إن أنا يعني بعمل برامج، وقعدت بتاع أكتر من 15 سنة أو 18 سنة أنا بعمل برامج، مش حاسة إن أنا في إضافة بالنسبة لي. هي دي المهم يعني، إن الإضافة بتيجي من حاجة. أنا كنت حابة الشغلانة الأولانية طبعا، بس وصلت لمرحلة معينة مش قادرة أكمل خلاص يعني، ما عنديش جديد أو ما فيش حاجة جديدة الواحد بيقدر يعملها. فطبعا رحت عملت شيفت للكارير نفسه. متعة انك تعمل الحاجة اللي مع الأطفال الصغيرة، فالصغيرة دي حاجة يعني فعلا لو بتطلع منهم نعمة كبيرة الحقيقة. نعمة فعلا يعني، الدنيا وما فيها الأطفال دول. فبتحس انك خلاص يعني كل يوم في جديد على فكرة، لأن انت بتعمل شخصيات والشخصية مختلفة، ففي جديد يعني. أنا بقالي تقريبا دلوقتي معدية يعني أكتر من حاجة 25 سنة في الفيلد ده. أنا ما أعتقدش إن سنة أو كل يوم بيختلف عن التاني، كل الأكتيفيتيز مختلفة. طفل عن طفل بيختلف، شخصيته بتختلف. إن أنت تبني شخصية بتكون قيادية، تشوف ولادك بعد كده إن هم الله هيبقى يعني في مراكز حلوة جدا، وراجعين لك راجعين بنفس يعني عايزين يجوا لك تاني يتعلموا منك حاجات بزيادة. يعني إحنا بنشتغل عليهم في حاجات كبيرة في السن بقى 18 وال 20، لا بنحاول نشتغل على الولاد دي ان هي تبقى حاجة مهمة جدا في المجتمع. طيب انا عايز برضو انا